بسم الرب المريح أبدأ في مديح شهداء المسيح. هؤلاء العظماء كانوا من الأغنياء في قمولة وأتقياء. دقلديانوس اللعين أمر بقتل المسيحيين لما سمعوا القديسين. قاموا للصلاة وطلبوا من الإله يعطيهم قوة. ملك من السماء قال لهم يا أنقياء هتصيروا شهداء. لما سمعوا كلامه صلوا ما ناموا باكر جدا قاموا. وزعوا مالهم فرحين لكل المحتاجين وذهبوا مسرعين إلى مدينة قوس حاملين بستافروس وأمام ديونسيوس. صرخ القديسين نحن مسيحيين بيسوع مؤمنين. الوالي ليهم قال هديكوا ذهب وإيمان واسجدوا للأوثان. لما رفضوا كلامه صرخ في غلمانه يعذب أمامه. قصوي أهلها لما شافوا ثبتها أمنوا بإلهها. الوالي لما تعب أمر بكل غضب لأرمنيوس تذهب. أرمنيوس الوالي قال يا رفقة تعالي للأوثان اسجدي. قالت له يا لعين نحن مسيحيين في إيماننا ثابتين. فأمر بعذابهم وخلع أسنانهم وفي السجن وضعهم. ميخائيل عزاهم بالليل أتاهم أواهم وشفاهم. ازدادوا ثبات رغم العذابات واشتاقوا للسماوات. الوالي الشرير عذبهم كتير حتى نالوا لكليل. واحنا اولادهم نقتدي بجهادهم ونطلب شفاعتهم.